التركيز الفترة الجاية من حضرتك هيكون على السينما أكتر. سينما السوق السعودي لما فتح عمل رواج مهم جدا حتى بالأرقام. يعني حاجة مهمة جدا. عندهم دلوقتي 500-600 شاشة وهم في سبيلهم يبقوا 1000 و2000. فده سوق مهم. هم فيه يعني سوق فيه شعب في 40 مليون. وبالتالي بيعملوا ايرادات كويسه جدا ومنفذ رائع للصناعه. وبيحبوا الاعمال الفنيه المصريه جدا والامريكيه جداً. والهنديه وكل حاجه بيحبوا المصريه جدا. فهو زي بالظبط ما تبقى فاتحه محل يبقى فين البضاعه اللي فيه. فمحتاج طول الوقت افلام. وانا بشوف ان الافلام حاجه يعني اصلا احنا سيبنا الافلام وجينا عملنا دراما مسؤول الافلام باظ. لما رجع تاني نعمل الاثنين. هل معنى كده ان السوق دراما باظ؟ طب انا بقول نعمل الاثنين. طيب ماشي شويه. يعني بتقولي بروح كده بروح كده شويه مش باظ بس حدد قوي يعني بقى محدد زياده عن اللزوم فبقى يعني مخنوق شويه. انما انا بشوف طبعا ده له اسباب كتير تتعلق بالاعلانات وتتعلق بالحروب اللي احنا فيها وتتعلق بالكورونا وتتعلق بالحاله الاقتصاديه بتاعت العالم كله. لان انت النهارده المعلن ده بيبقى جزء من مدخولاته بيعمل بيها اعلانات. لما يبقى بقى في مصانع بتقفل صعب قوي ان ده يبقى يعني دلوقتي العدل بيحضروا ايه؟ دكتور يحيى ده هيكون 15 حلقه في رمضان. وبنحضر فيلمين تانيين بس وقت ما يبقوا كده اقول لك بتاعت فلان وفلان. اوكي ماشي ادينا عرفنا. هنعرف على طول اول ما يكون لشريان. هقول لك والله. طيب هنشوف ريهام حجاج مع حضرتك هتكون رمضان الجاي ولا ما برضو ده 30 دي برضو ال 30 حياتك. قلت خلاص هم ثلاث بطلات. قلت لهم هي هتعمل بس بقى بشركتها اعتقد انما انا شخصيا لا. طب مش بتفكرش انت دلوقتي هتعمل 15 يا دكتور يحيى بتفكرش تعمل 15 تانيين لنجم اخر؟ لا كويس قوي. لا 15 ده حياتك عايز تركز فعلا احتمال كبير. يوسف الشريف يعني لسه المشروع جاي لي قريب وعجبني جدا. احتمال كبير بشوف دلوقتي الجو. انا بحبه جدا كبطل اكيد ودي جمهور كبير جدا ومن زمان كنت نفسي اشتغل معاه. فحصل ظروف كده يعني هتقتضي مني غالبا احتمال كبير اعمله.